إطار إحياء شهر أكتوبر الشهر المعروف بشهر التوعية ضد سرطان الثدي، نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بولاية فارس تحت إشراف مديرية الصحة والسكان بولاية شلف عن تصدير برنامج يضمن أبواب مفتوحة في بعض العيادات الصحية. جيت تفوتي على الثدي على الصدر تاعك؟ إيه. سمحتي باللي رانا دايرين حملة حول التشخيص المبكر لسرطان الثدي. أيوا. كاين في العائلة تاعك اللي عندهم سرطانات؟ أمك؟ إيه. شهرين ونص ملي ماتت بسرطان؟ سرطان الدم. صح. يا نساء أرواحوا أرواحوا فحصوا ما تخافوش، لا بالي فكرة تاع هذا السرطان يخوف هذا كيما وحش. أرواحوا أنتم فحصوا الأداء تاعكم، أرواحوا روح عند أقرب طبيب أقرب قبيلة، ما من القبيلة تنجم تمد لك نصائح وتتفادى هذا المرض على المدى القريب والبعيد. إن شاء الله يعني حنا في هذا المجال نحسوا أنه الرسالة تلحق لجميع النساء، نعرفوهم بأهمية الفحص الذاتي، لأنه كيكون الفحص الذاتي طريقة الفحص الذاتي تكون يعني طريقة صحيحة، يكون يعني الكشف مبكر، ويكون عندنا كشف مبكر يعني تكون نسبة الشفاء 100%، أما إذا كان الكشف متأخر راح تكون عندنا نسبة العلاج تكون يعني ضعيفة. ولهنا احنا ماذا بينا كل النساء يتوعوا بمخاطر هذا الداء، يعني احنا ماذا بينا النساء هذو يعرفوا عوامل الخطورة، يعرفوا أعراض هذا المرض، يعرفوا أيضا لي ميزور بريفونتيف يعني الأساليب الوقاية كيفاش نتفاداو هذا الداء اللي راح منتشر في الوسط النسوي.